شو القاسم المشترك بين اللحمة، الدجاج والعسل؟ القاسم المشترك هو الأنتيبيوتيك. لا معقول؟ معقول؟ لا معقول؟ حقكم تتفاجئوا وما تصدقوا. كيف؟ وشو السبب؟ للأسف عم ينعطى الدجاج والبقر والنحل بأكلهم أنتيبيوتيك. بالدجاج بلبنان في إنه بلشنا دراسة حول كذا نوع من الدجاج من كذا مطرح، عم نلاقي وجود للمضادات الحيوية، موجود باللحوم، هلأ بالدجاج موجود أكثر لأنه عم ينعطى كغذاء، يعني مع غذائه اليومي عم ينعطى كأديتيف. هلأ أجبنا الحليب مثلاً، التركيز كمان اللي موجود بالحليب مفروض يكون أقل من اللحمة، كمية كتير كبيرة منه، يمكن 70% أو 60-70% بيقطع بالحليب، ونحن لما بنشرب الحليب بنمتص الأنتيبيوتيك منه أسرع ما بنمتصه من اللحمة. في عنا ليفل مسموح فيها أنه نتناولها يومياً أو إكسترا خلال فترة معينة، هني عم بيكونوا موجودين أعلى من الليفل. أما بالنسبة للعسل، العسل عم يعطوه كمان للنحلة، يعني عم يعطوها للنحلة الأنتيبيوتيك مشان يحموها من الأمراض اللي ممكن تتأثر فيها، فمع أنه عم يعطوها للنحلة كمان بطريقة يومية عم بيأثر أنه عم يطلع بالعسل فيها. وبالعسل أنه في دراسات بتقول أنه ممنوع وجود الأنتيبيوتيك بالعسل. بعد في معلومة إضافية، الأنتيبيوتيك عم يوصل أيضاً على التربة والمي. كل شيء أدوية خاصة مدتها أو كل شيء ما عاش بدنا إياه عم ينكب إجمالاً بالمي، يعني ما عم ينعمل له تريتمان، أنه كل هيدا بيأثر على المي. كل شيء مثلاً البيلول الكونتراسيبسيون هالقصص كلها اللي عم نستعملها عم تأثر على الأسماك اللي موجودة بقلب المي، على الريبرودكسيون لها كتير عم تقل إكسترا، يعني في كتير له نتائج سلبية. فالدراسة الأولية بيّنت أنه في وجود للأنتيبيوتيك بقلب المي بمنطقة جنوب لبنان. أما بالنسبة للتربة، فوصول الأنتيبيوتيك إلها بيتم من المصادر التالية: الحيوانات من خلال البقايا والسماد العضوي، وبهالحالة بيبقى بالتربة لفترة طويلة، أكيد بيوصلوا على المي وأكيد بيأثروا على كل شيء نباتات. المصدر الثاني هو الإنسان. معروف إنه الإنسان بيتخلص من الأنتيبيوتيك بنسبة 70% عبر دخوله الحمام، وحكماً رح يوصل الأنتيبيوتيك على المجرير اللي ما بتتكرر بلبنان واللي بتصب مباشرة بالمياه والتربة. تخيل قديش في أشخاص أنه عم يستهلكوا أنتيبيوتيك وقديش عم بيروح، وهيدا المي كلياته ما عم ينعمل له تريتمان، كله عم بيروح بالمياه الجوفية يعني بلبنان، وين عم تروح مياه المجارير إكسترا ما حدا بيسأل. كيف منتأثر؟ للأسف أوقات كتير عم ينعطى للحيوانات أنتيبيوتيك مطابق للي بينعطى للإنسان، ومع استهلاكنا للحمة والدجاج والعسل منكون عم نكون مناعة ضد هالدواء، وفي حال مرضنا واضطرينا ناخد أنتيبيوتيك في احتمال كبير ما يعطي مفعول وما نصح. عم يصير في تشريعات جديدة حول أنه ممنوع أن نستعمل أنتيبيوتيك بهيدا الحيوان، هيدا الأنتيبيوتيك لأنه كما بينه وبين الإنسان. تعودنا نسمع بلبنان أنه اللحمة فاسدة والدجاج فاسد وبيحتوي على جراثيم عديدة، وانضم للليستا الأنتيبيوتيك. الموضوع منه لعبة، والتجاوزات اللي عم بتصير بهدف الربح المادي تعدت المقبول. مش بس المواطنين عم يأكلوا لحمة ودجاج، ياريت بينتبهوا المسؤولين أنه هن أيضاً عم يأكلوا مثلنا مثلهم، بركي بياخدوا الإجراءات اللازمة لحل هالمواضيع.